بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الأول من المجالس الثلاثة في المدخل إلى الآداب الشرعية ضمن دورة الآداب والأخلاق التي تقيمها موفقة مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام. والحق يقال أن هذا النوع من الدورات في هذا الباب من العلم نفيس وقليل وعزيز تداوله واهتمام طلبة العلم ومجالس العلم وحلق العلم بتناوله وعرضه والاشتغال به. وعزة هذا الباب من العلم يأتي لأمور كثيرة، أهمها نفاسته في ذاته وقدره وثقله في ميزان الشريعة، أعني الأخلاق والآداب. وثانيا لعزته وندرته وقلته في العصور المتأخرة بين طلبة العلم وأهله على وجه الخصوص وعامة الناس على وجه العموم. وأقصد بذلك أنه عز في الأمة اليوم الحديث عن العناية بالخلق وتأصيله وتحصيله، والعناية بالأدب وتوفيره، والاجتهاد في طلبه، والتربية والتنشئة على الأخذ به وعلى تلقينه وتشبعه وتربية الناس والجيل والأمة عليه. ويأتي ثالثا لأن من حاز الأدب واعتنى بالخلق فقد اعتلى في الإسلام والشريعة مرتبة عظيمة، وطلبة العلم هم أمل الناس بهذا الباب وتحصيله. على كل، فالمجلس الذي سيكون معنا بعد العشاء الليلة إن شاء الله والليلتين المقبلتين هو في الحديث عن مدخل إلى الآداب الشرعية. وبين أيديكم ورقات فيها بعض العناصر التي ستكون دليلا لنا نسير عليه ونتحدث حوله ونحوم في حماه. وقبل ذلك، اعلموا وفقني الله وإياكم أنه نقصد بالمدخل إلى الآداب الشرعية أن نتحدث عن نقاط تعتبر بوابات لمن يريد الشروع في علم الأدب الشرعي والعناية به وتحصيله. علماء الشريعة وأئمة الإسلام عنوا أيما عناية بجمع وتصنيف وتبويب الآداب الشرعية، وكانوا في ذلك حريصين غاية الحرص على أن يورثوا الأمة هذا الباب الجليل الشريف من العلم. فأضحى علما واسعا كثير أبوابه ومسائله، بحر متلاطم عالية أمواجه، وما على من يخوضه إلا أن يتأهب له وأن يستعد وينشط له. فهذا العلم الجليل العظيم متسع الأبواب، متعدد الفروع، كثير الجوانب. وهذه الليالي الثلاث إنما نقضيها في تأسيس مدخل يعينك على أن تعرف حدود هذا الطريق ومعالم هذا العلم، وأن تعرف حدوده ورسمه وكيفية تأسيسه، وماذا يصنع من أراد الشروع فيه، من أين يبدأ وكيف يسير وإلى أين يتجه. إذن هي لا تعد أن تكون تعريفات وبيانا للمراتب وحديثا عن مظانه والمصنفات فيه، ثم طرفا من كلام أهل العلم ومن عبارات السلف المشرقة التي جاءت في هذا الباب الجليل. معشر طلاب العلم خاصة والأمة عامة، عندما يكون الحديث عن آدابنا في شريعة الإسلام فإننا نتحدث عن وجه من وجوه السمو والشرف والتقدم والرقي الذي اعتلته أمة الإسلام بدينها وشريعتها بوحي ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إي والله، نحن أمة أدب نشأنا عليه وربانا الوحي عليه وهذبنا النبي صلى الله عليه وسلم به. نحن أمة إنما اعتلينا عرش الأمم في الريادة والسبق والحضارة بأخلاقنا قبل أي شيء آخر، بآدابنا التي أدبنا بها الإسلام، لأننا أمة ربانية في مصدر شريعتها، في وحي ربها، في الهداية والدلالة على كل ما أراد الله لنا من أبواب الخير وسبله وطرقه. الحديث عن المدخل إلى الآداب الشرعية
يأخذ بنا نحو بحر واسع لا ساحل له، ونحو أفق بعيد لا انتهاء لامتداده البعيد هناك، لكننا سنشير إلى معالم أساس في هذا الطريق ينبغي أن تكون واضحة لكل ذي عينين، والحديث عنها هو حديث عن أمور باتت نفتقر إلى جوانب كثيرة منها في أنفسنا أولاً، وفي مجتمعاتنا ثانياً، وفي الأمة جمعاء ثالثاً. نحن بحاجة إلى العودة من جديد نحو منابع الأدب الشرعي، ونحو الأخذ منه والارتواء، ونحو سقاء الأمة جميعاً، وأن تكون معاهد العلم وحلقه ومدارسه ومواطنه، وأن تكون أيضاً ركائب طلاب العلم هي أعظم المواطن وفرة من هذا العلم الجليل. تسمع عما قليل عبارات تنبيك عن أن السلف عاشوا في ذروة عزهم بالإسلام واهتمامهم بالعلم والإمامة في الدين، عاشوا قمة الصعود في سماء هذا الأدب العظيم والارتقاء به والتأكيد الشديد على الأخذ به والعناية. في الوقت الذي تكاد تتلفت فيه اليوم يمنة ويسرة فلا تحس له صوتا، ولا تسمع له ركزا، ولا تسمع من ينادي به ويشتغل به إلا لماما. إننا بحاجة إلى أن نجعلها صيحة عظيمة في أذن الجيل، لأن نقول لهم إن الأدب ليس كمالا يدعى الناس إليه، وليس شيئا من الترف ولا المثاليات التي يوجه الناس إليها، بل هي صلب أساس في طبع المسلم، في شخصيته، فيما أراده الله عز وجل لبني الإسلام، وأن يكون في طريق طلب العلم العتبة الأساس والمدخل الأهم الذي يلج منه طالب العلم نحو الطلب. مخطئ من ظن أن العلم هو العناية بالمسائل والأحكام وأدلتها، ومعرفة الحلال والحرام، والعناية بأبواب الفقه من الطهارة والصلاة وانتهاء بالحدود والجنايات، وفي العقيدة من أركان الإيمان وما يتفرع عنها، والمسائل التي يمتاز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والفرق، كل هذا من صلب العلم. لكن إطاره الأكبر ومحيطه الأعظم ومدخله الأهم هو الأدب الذي يتحلى به طالب العلم، فمن ظنه كمالا فقد أزرى بالأدب، ومن ظنه فضلة وندبا ليس صلبا في حياة طالب العلم فما أدرك ما هو الأدب. هذا المدخل أيها الكرام هو فرصة لأن نستبصر بعناية وإدراك تام جيد يليق بنا طلبة العلم وأهل العلم نحو السلوك فيه ومعرفة مكانته وقدره. ها هنا سنبدأ بمقدمات فيها تعريفات وفيها شيء من عبارات السلف وتعريفهم للأدب الشرعي الذي سيكون منه الانطلاقة نحو ما وراءها من المسائل التي تأتينا تباعا في مجالس هذا المدخل إلى الآداب الشرعية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. مدخل إلى الآداب الشرعية، العناصر تعريف الأدب وأهميته والحاجة إليه وماهيته وحدوده ومراتبه ومضانه والمصنفات فيه ومعالم في طريق تحصيله واكتسابه. أولا تعريف الأدب، لغة الدعاء ومنه المأدبة لدعاء الناس إليها. قال ابن فارس: الهمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه، فالأدب أن تجمع الناس إلى طعامك وهي المأدبة والمأدبة، والآدب الداعي. ثم قال: ومن هذا القياس الأدب أيضا لأنه مجمع على استحسانه. المنطلق اللغوي للفظة الأدب التي تتكون من حروف ثلاثة كما قال ابن فارس: الهمزة والدال والباء، ألف دال باء، كل ما يشتق من هذا الثلاثي في الحروف في اللغة يدور حول معنى الدعوة والاجتماع. منه سميت المأدبة لأنه يدعى الناس فيها إلى الطعام ويجتمعون عليه،
قال رحمه الله: أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه. فالأدب وهو المصدر أن تجمع الناس إلى طعامك، يقال أدب الناس إلى طعامه، فالفعل أدب، أدبهم أدبا يعني دعاهم إلى طعامه ليجتمعوا عليه. فلما أدبهم إلى طعامه فاسم الفاعل منه أدبهم، فهو آدب، ولهذا قال والآدب الداعي. إذن المأدبة أو المأدبة بفتح الدال وضمها هي الطعام الذي يدعى إليه الناس ويجتمعون إليه. قال: ومن هذا القياس جاءت لفظة الأدب. لما؟ قال: لأنه مجمع على استحسانه، فعاد إلى معنى الاجتماع، وأن الناس مهما اختلفت الثقافات والعادات والأعراف والتقاليد، ومهما اختلفت بينهم الأذواق والمطاعم والمشارب والملابس، لكن شيئا في حياة البشر على اختلاف الأجناس والثقافات لا يختلفون عليه، وهو الأدب. تعال إلى البشر في حضارة الصين أو في حضارة الهند أو في حضارة التركي أو في حضارة مصر أو في حضارة الأفارقة أو في حضارة الإغريق، العرب والعجم، الكل مهما اختلفت الحضارات يتفقون على حسن الأدب، ويجمعون على كونه مطلبا تسمو به الحياة. فهذا القدر به سمي الأدب أدبا، أخذا من هذا الأصل اللغوي الذي أشار إليه الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى. سيأتيك الآن عما قريب تعريفات اصطلاحية لتعريف الأدب أخذا من هذا المعنى وتقريبا له. نعم. يقول ابن القيم: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. أي لفظة يقصد؟ لفظة الأدب. نعم. فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. طيب، إذن هذا تأكيد إلى أن الأدب، المأدبة، الاجتماع، أخذ معنى الأدب لاجتماع خصال الخير فيه لإجماع الناس على حسنه، فعاد معنى الجمع في لفظة الأدب موجودا، لأنه مجمع على حسنه وعلى كونه مطلبا تسمو وتجمل به الحياة، وعلى كونه يجمع خصال الخير في صاحبه، فالأدب مجمع الخير. لو سألت الآن قبل الخوض في التعريفات الاصطلاحية التي ساقها في كثير من مواضعها وبعض العبارات الواردة أمام ناظريك الآن، ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في مطلع كتاب الأدب، ساقها الإمام عز الدين بن جماعة رحمه الله في مقدمة تذكرة السامع والمتكلم. قبل هذا، لو سألتك قبل أن ندخل في التعريفات الاصطلاحية، نحن نستعمل لفظة الأدب وهي من الألفاظ الدارجة وليست من العربية الفصيحة المهجورة أو التي عز استعمالها، نتكلم نقول أدب وآداب ويؤدب الولد والطلاب ونحو ذلك، ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ وأحسب أنها ربما مرت بكم في مجلس المغرب أو مجلس العصر. الدورة التي نحن فيها تجمع بين عنصرين اثنين، الأخلاق والآداب، ولهذا جعل فيها مجلسان، أحدهما مدخل إلى الأخلاق والثاني مدخل إلى الآداب. فلو سألتك ابتداء: هل من فرق بين الأدب والخلق؟ هل هما مترادفان؟ أو بينهما عموم وخصوص؟ أو هما متباينان مختلفان تماما؟ ها، أسمع منكم. نعم، عموم وخصوص، أيهما أعم؟ ها، ما الفرق بين الخلق والأدب؟ نعم، الأدب أعم. ها، مترادفان. طيب، جواب ثالث. ها، الخلق هو الطبع. طيب، أنا أساعدكم في الجواب. لو قلت لك: التواضع، الصدق، الأمانة، هذه أخلاق أو آداب؟ شفت، باتفاق، يعني في شيء متقرر جيد، في معنى واضح. طيب، لو سألتك: الأكل باليمين، هذا أدب؟ ها، إذن فهمنا أن الخلق ينصرف إلى شيء والأدب ينصرف إلى شيء. باختصار يا أحبة، وبعيدا عن التعريفات والحدود والاصطلاحات، الأخلاق
عبارة عن قيم ومبادئ تكون داخل النفوس تتربى عليها. الخلق ليس موقفا تتصرفه ولا سلوكا تعمله، هذا الأدب. أقول لك كل بيمينك، سلم على الكبير قبل الصغير، احترم من هو أكبر منك. هذه القضايا في الممارسات هي آداب، ولهذا نقول آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللباس، آداب النوم، آداب الاستيقاظ، تنام على جنبك الأيمن، تنفض الفراش بداخلة إزارك، تفعل كذا، هذه آداب. لكن عندما نتكلم عن القيم والمبادئ، التواضع، الحلم، الأناة، الصدق، الرفق، الكرم، هذه أخلاق. إذن أيهما هو الأساس والمنطلق والأعظم؟ الأخلاق. الأخلاق يا أحبة هي جزء من الدين، ليست شيئا منفصلا عنه، وهي أبدا لا يمكن أن تختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف الأعراف والعادات والتقاليد. لا يمكن أن يكون الخلق في جيل من الأجيال خلقا حميدا ثم يكون ذميما في جيل آخر. ما زال الصدق منذ عرفت البشرية الحياة ما زال خلقا كريما ولم يذمه أحد، وكذلك الأمانة، الوفاء، البر، الإحسان، العدل، هذه أخلاق في الإسلام لا يمكن أن تكون قبيحة في زمان ما أو مكان ما، ولا يمكن القبول بتجاوزها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. فأتى عليه الصلاة والسلام للتأكيد على هذا المعنى. والخلق، الخلق جزء لا يستقل عن الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرناء جميعا، الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. هذا ليس جزءا منفصلا، هو من صميم الدين والعقيدة. وبعثته صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعلمنا الصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت الحرام بمعزل عن تعليمنا منظومة الأخلاق والمبادئ والقيم التي يحتكم إليها الناس في الإسلام وتكون ميزانا عادلا في الشرائع كلها بلا استثناء. عذب قوم شعيب على خلق خسروه في مجتمعاتهم، التطفيف في الكيل لما فقدوا العدل والإنصاف والأمانة. وقوم لوط في الأخلاق كذلك ابتلوا، حتى ابتلوا بفقدان العفة والاستقلال بالحلال، فعزفوا إلى الفواحش والحرام. وهكذا ستجد أن بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام جاءت في صميم الأخلاق التي يعتنى بها. وعندئذ ستفهم أن الآداب هي تلك الحزمة من الممارسات، السلوكيات، الأقوال والأفعال التي نمارسها لتكشف عن بواطن أخلاقنا. أنت كريم، لكن لا يرى الكرم منك إلا في مواقف تبذل، وكذلك الحليم والمتواضع والوفي والأمين والصدوق، وقس على ذلك. إذن فالحديث عن الآداب بمختلف أبوابها جاءت عظيمة في الشريعة، وجاءت العناية بها للتأكيد على أنها جزء مهم. أما الأخلاق فباب آخر، لكنهما مترابطان وبينهما اتصال وثيق لا ينفك أحدهما عن الآخر. إنما لبيان اختصاص هذا المجلس بالآداب فتعلم الطريق الذي نسير فيه. نعم. قال: اصطلاحا له عدة تعريفات، منها استعمال ما يحمد قولا وفعلا، الأخذ بمكارم الأخلاق والوقوف مع المستحسنات، وتعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وعبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. هذه اصطلاحات متعددة قلت لك، أورد بعضها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في مطلع شرحه لكتاب الأدب من الصحيح، وأتى بها كذلك عز الدين بن جماعة رحمه الله في مطلع ومقدمة كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وهم يحرصون قبل البدء أن يعرفوك
ما الذي كان يقوله ساداتنا من السلف في تعريف الأدب؟ فمنهم من قال هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، كل قول محمود فهو أدب، وكل فعل حميد يصدر عنك وتستعمله فهو أدب، وبالتالي فأقل تلك الأقوال والأفعال التي تحمد منك، ولو كنت تمسك بنعالك أكرمك الله بيدك اليسرى فتمشي بها بين الصفوف تحرص على ألا تضايق بها أحدا أو يتسخ بها ثوبه، فهذا من الأدب. بل عد ابن جماعة رحمه الله وهو يتكلم عن أدب الطالب مع شيخه في المجلس ذكر بعض المواقف التي قد لا يلتفت إليها كثير من طلبة العلم، إلى درجة أنه تناول كيف يفعل إذا أصابه التثاؤب وهو بحضرة شيخه، كيف يكظم فاه، كيف يفعل، وإذا تربع هكذا يقول فإنه يغطي قدمه بطرف ثوبه أدبا مع أستاذه إذا جلس أمامه. هذه الدقائق هي من جملة الأدب، إذن هي ما يستعمل ويحمد من القول والفعل. كذلك علمنا الإسلام آدابا في أبواب شتى، علمنا للطعام آدابا وللشراب آدابا، وعلمنا في السلام آدابا، علمنا في الدخول والخروج آدابا، في اللباس، في الهيئة، في الاغتسال، في كل شؤون الحياة علمنا الإسلام آدابا عظيمة جمة هي فعلا سلوك الحياة. في كل شأن في الحياة عندنا أدب في الإسلام. يا رجل، إذا علمنا الإسلام آداب الخلاء أكرمك الله، وماذا نفعل إذا دخل أحدنا الحمام أجلك الله؟ حتى في تلك المنطقة وهي خصوصية جدا ولا يطلع عليها أحد ويستحيا من ذكر ما يكون فيها، علمنا الإسلام الأدب، تسمي الله قبل أن تدخل، تحرص على عدم انكشاف عورتك واطلاع الناس عليها، تدخل برجلك اليسرى، تحرص قدر المستطاع على الاستتار والبعد عن أعين الناس، فإذا قضيت حاجتك لا تمكث طويلا، لا تذكر الله في مكان كهذا، تستنجي، تستجمر، تتأكد من الاستنزاه من البول والغائط أكرمك الله، فإذا فارقت المكان خرجت برجلك اليمنى، ذكرت الله، حمدته، قلت غفرانك. يا هذا إذا كانت الآداب في الإسلام تشمل تلك القضايا الجزئية الصغيرة جدا في الحياة، أيغيب عن الإسلام أن يعلمنا الأدب إذا خرجنا فقابلنا الناس وتعاملنا مع الوالدين وأتينا حلق العلم ودخلنا المساجد واتجهنا في السوق للبيع والشراء؟ حاشا والله، الإسلام أدب من أوله إلى آخره، ونحن يحفنا في الإسلام أدب جم في كل شأن من شؤون الحياة. فرق يا أحبة بين الأديان والحضارات والأمم والشعوب التي تستقي آدابها من حضارتها ومن طريقتها ومن تربية العوائل والأسر فيها، فيعدون ما اتفقوا عليه وتواطؤوا عليه واجتمعوا عليه وألفوه يعدونه أدبا ولو كان قبيحا فيتفقون على ذلك. فرق بين هذا وبين أن يكون مصدرنا أمة الإسلام في آدابنا والتأدب بها هو شريعة الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندئذ نملك والله ميراثا من الأدب ودستورا عظيما جليلا هو لؤلؤ يفخر أصحابه بالتحلي به، وعندئذ سيكون الأدب هو أرقى ما نسمو به بين البشر. ومتى اعتنى المسلم بآداب الإسلام في كل شؤون الحياة وجدته كريما عزيزا أبيا حسن القول حسن الفعل محمود الصفات والأقوال والأفعال، لأنها كما قال في تعريفها بعض الأئمة استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ومنهم من قال الأخذ بمكارم الأخلاق، فانظر كيف جعل الأدب هو انتزاع شعب الأخلاق والتحلي بها، لأن الأخلاق هي المنظومة كما قلت في القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام. ومنهم من قال في الأدب هو الوقوف مع المستحسنات، ما استحسنه الشرع أو سكت عنه وحمده الناس وتعارفوا على استحسانه وقبوله، فالوقوف معه والأخذ به أيضا أدب شرعي.
ومنهم من قال في بعض تعريف الأدب تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، ومنهم من قال عبارة عما أو عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. هل بين هذه التعريفات اختلافات ومفارقات؟ الجواب لا، لكن كل منهم نزع في تعريف الأدب إلى بعض صوره، إلى بعض أشكاله وأصنافه، فهذا عرفه بجانب وذاك عرفه بجانب، والأدب مجموع كل ذلك، على أن بعض التعريفات فيها شمول يعم تلك الصور وغيرها، وثمة تعريفات أخرى تم الإعراض عنها اختصارا للمجموع الذي بين يديك. نعم. قال الإمام عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. هذه من العبارات الجامعة لإمام من أئمة السلف، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول قد أكثر الناس القول في الأدب، يعني رأى أن تعريفات العلماء وعناية الناس بالأدب تكاثرت فيها الأقاويل والألفاظ والعبارات والتعريفات، يقول ونحن نقول في اختصار وعبارة جامعة إن الأدب هو معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. ما الرعونات؟ ما معنى رعونة النفس؟ التصرف بلا مبالاة. ما الرعونة؟ النقائص. طيب، ها، الطيش، الشطط، الأفعال المذمومة، التمرد. طيب، آفات النفوس، العيوب. جميل. الرعونات هي تلك الآفات والعيوب التي يحف بها حماقة وطيش وخفة وجهل. فالرعون يقال فلان أرعن، يعني فيه من الحماقة والجهل وما يصدر عنه من ما يسيء إلى نفسه وإلى الناس من حوله، فليست مجرد حماقة فحسب، ربما كان بعض الناس مع حماقته لكنه مؤدب، يعني لا يسيء إلى الآخرين، فإذا جمع مع الحماقة شيئا من الطيش والجهل والأذى والاعتداء على الناس بسبب فقده للأدب قيل عنه أرعن، والمصدر منه رعونة. يقول ابن المبارك: الأدب بإيجاز شديد أن تعرف نفسك وتعرف رعوناتها، يعني كل منا أدرى بعيب نفسه وآفاتها وسلبياتها وقصورها، فالأدب خطوتان: أولا أن تعرف عيب نفسك، وثانيا أن تجتنبها، ليس المطلوب أكثر من هذا. صدقني أكثرنا أدبا هو الذي استطاع أن يمسك بزمام نفسه، هذا مؤدب، عندما لا يأخذه الطيش في موقف ولا الغضب ولا الحماقة ولا السفه، بل ولا حتى مجارات السفهاء، فإذا استطاع أن يمسك بزمام نفسه فقد أخذ بتلابيب الأدب، ومن تجاوزها فقد فاته من الأدب بقدر ما فاته من معرفة الرعونات واجتنابها. هذه ليست تعريفات ما كان المقصود منها الوقوف عندها من أجل أخذ التعريفات والحدود، بقدر ما هو إضاءة تعين على معرفة عناية السلف بهذا الباب. وسننتقل إلى العنصر الثاني، وفيها عبارات أكثر وضوحا لبيان حال السلف وعنايتهم بباب الأدب الذي حفلت به الشريعة. نعم. ثانيا، أهميته والحاجة إليه. قال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة العقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن الأدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره. قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. موت، هذا نهاية من لا يوجد فيه أي خصلة من خصال الخير، موته والاستراحة من خير له وللأمة. سئل ابن المبارك كما نقل حبيب الجلاب، قال: سألته: ما خير ما أعطي الإنسان؟ يعني ما هو أعظم ما يهب الله عز وجل عبدا من عباده؟ قال: غريزة العقل، أن يكون له عقل، فإذا رزق العقل أوتي الحكمة، وإذا رزق الحكمة عرف كيف يتصرف في الحياة. قال: فإن لم يكن،
قال حسن الأدب، يعني قد لا يكون مع المرء عقل ولا يد له في اكتساب العقل، لأنه رزق من الله كما رزق سبحانه وتعالى المال والطعام والشراب، والله قسم العقول كما قسم الأرزاق. قال قلت له فإن لم يكن، يعني ليس معه ذاك العقل الوافر، قال فحسن أدب، يعني قد تكون معذورا لأنك ما أوتيت عقلا عظيما كبيرا واسعا، لكن لا عذر لك إن لم تعتني بحسن الأدب. قلت فإن لم يكن، يعني شخص ما هدي إلى الأدب ولا رزق في حياته من يدله على الأدب ولا تهيأ له في مرحلة من مراحل تربيته وتنشئته الدلالة على الأدب، قال رحمه الله أخ شفيق يستشيره، طالما ليس معه عقل يحكمه ولا أدب يزينه فلا أقل من أن يكون له أخ رفيق، فإذا أخطأ قال له أخطأت، وإذا أراد أن يصنع استشاره قبل أن يفعل. قلت فإن لم يكن، قال صمت طويل. الصمت سلامة ونجاة، ألا يكثر الكلام ولا الفعال ولا التصرفات التي ربما جنى بها على نفسه، وهذا أضعف الإيمان. إن لم يكن له أخ يستشيره ولا أدب يتحلى به ولا عقل يستطيع الاتزان به فيصمت خير له. قلت فإن لم يكن، قال موت عاجل، هذا خير له، لأنه لو فقد ذلك كله فلن يكون إلا طيش وحماقة ورعونة وكثير من الأمور التي تكون بؤسا على صاحبها. نعم. قال الشافعي رحمه الله من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء أو بغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. نقل النووي رحمه الله هذه العبارة عن الشافعي في مقدمة المجموع، ونقلها غيره أيضا. قال الشافعي من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بالخلوة، يعني بالعزلة وقلة الاختلاط بالناس وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء. قالوا لأن فضول الصحبة وفضول الأكل وفضول الخلطة كل ذلك يؤثر على صفاء العقل وخشوع القلب، فكلما استقل الإنسان من هذه المشوشات نور الله قلبه ورزق الفتوحات. من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء. في بعض النسخ قال الشافعي وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم، يعني أن يترك أيضا مخالطة بعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. قد يكون صاحب علم يعلم الناس، فإذا قل إنصافه وقل أدبه يرى الشافعي رحمه الله أن ترك مخالطة هؤلاء مع ما مع بعضهم من العلم فإنه أيضا مما يستجلب به فتح الله للقلب وتنويره إياه. وفي بعض نسخ الشافعي نسخ المجموع العبارة منقولة هكذا وترك مخالطة السفهاء وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. وكلتا العبارتين تدل على أمر عظيم، وهي أن بعض من ينتسب إلى العلم أو يؤتى شيئا من العلم قد يفوته حظه من هذا الرزق العظيم وهذا الباب الجليل وهو باب الأدب. فيرى الشافعي أن الابتعاد عن مثل هؤلاء أنفع للقلب وأنفع وأعون على استنارته وشرح الله عز وجل له. نعم. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. نعم. قال حبيب بن الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. نعم. قال بعض السلف يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. نعم. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. قال ابن المبارك تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم. بالله عليكم
هل تجدون لعبارات السلف هذه وهي ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، بل لو أحصيتها لوجدت أمثالها عشرات مضاعفة. أقول بالله عليكم، هل نجد هذا القدر من العناية بالأدب في أزمنتنا المعاصرة في أوساط طلبة العلم فضلا عن غيرهم؟ هل نجدها حاضرة كما هي في عبارات القوم حاضرة؟ يقول ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ماذا يقصد بالهدي؟ سمت طالب العلم وهيئته، كيف يبدو، كيف يتحرك، كيف يمشي، كيف يجلس. هذا يتعلم يا شباب، يتعلم يا طلبة العلم. إذن نحتاج إلى معلم مؤدب أن يقول لنا ونحن نأتي إليه لدرس فقه وحديث وتفسير وعقيدة ولغة، أن يقال لي اجلس بأدب، كل بأدب، اشرب بأدب، افعل كذا، لا تفعل كذا، تماما كما تؤدبك أمك في البيت ويؤدبك أبوك. فمعلمك أب ثان لك، فلا يستنكف طالب علم إذا ما أدبه أستاذه وقال له عليك بكذا ولا تلتفت ولا تفعل. فما بال طلبة العلم اليوم يصيبهم كثير من الضجر والتذمر إذا ما أدب أحدهم في مجلس علم، وإذا ما وجهه أستاذه وشيخه لباب من أبواب الأدب. والله افتقدنا كثيرا من أبواب الأدب في مجالس العلم، فيما نسمع الآن أن يقول بعضهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يقول الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، أرأيت كيف كانوا يرتحلون في طلب العلم وسماع الحديث وأخذ الإجازة والإذن بالرواية، ويرون ذلك أعذب ما يكون، ويستطعمون التعب والنصب والمشقة في السفر والارتحال لأنها تستلذ بها المطالب، ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما قال: هم كانوا كذلك يخرجون في الأدب، يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، ولا يستقلون ولا يرون ذلك شيئا تهدر به الأوقات أو تضيع به الأعمار، يرون أن هذا هو صلب طلب العلم، وأن الدعامة الأساس لطالب العلم في طريقه لطلب العلم أن يبني صرحا شامخا اسمه الأدب. يقول حبيب بن الشهيد يوصي ولده: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم المسائل والأحكام وشرح العبارات وحفظ المتون وتحصيل الإجازات والروايات، تعلم. قال: وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. أدب العالم وسمت العالم وخلق العالم وخشية العالم، كل ذلك أنت لا تقرأه في العبارة التي يشرحها لك ولا في المتن الذي تحفظه على يديه، لكنها الصحبة التي يستقى منها الأدب بصحبة العلماء الربانيين. قال بعض السلف: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. أتظنون هذه مبالغات؟ لا والله، بل كانت تحكي واقعا يعيشه السلف في أزمنتهم في العناية بالأدب وتوجيه طلبة العلم إليه وتربيتهم على هذا الأصل العظيم. في الوقت الذي اتجه فيه كثير منا معشر طلاب العلم إلى الاستكثار من المسائل والدراسة وتحصيل الأحكام وحفظ المتون وكذا وكذا، وتجاوز السنوات فالسنوات في طلب العلم والترقي في مدارجه، مع زهد كثير في العناية بطلب العلم ومجلس العلم وكتابا يشرح فيه آداب طالب العلم. لو سألت واحدا منكم: كم درسا حضرت منذ أن بدأت تطلب العلم؟ كم درسا حضرت في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في المصطلح، في النحو والصرف؟ ستعد أشياء كثيرة. وأنا أسأل طالب علم وهو طالب علم: كم متنا حفظت؟ كم مسألة، كم سنة درست؟ في مقابل ذلك كله سأعيد السؤال كالتالي: كم كتابا قرأت في آداب طالب العلم من أوله لآخره؟ كم درسا حضرت تثني فيها ركبتيك لا تتعلم فيها أحكاما ولا مسائل في عقيدة ولا فقه ولا تفسير ولا لغة،
لكن تتعلم أجل من ذلك وأهم، تتعلم جوانب الأدب. كم درسا حضرت؟ كم كتابا قرأت؟ كم دورة شاركت فيها؟ كم مرة شعرت أنك أمضيت في ذلك كما تمضي في سائر العلوم؟ إن نسيت فلا تنسى يا بني، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. قال مخلد بن الحسين بن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. يقول ابن المبارك: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة، أيهما كان أكثر؟ الأدب. أتظن أن إماما كابن المبارك كان ينقصه من الأدب أكثر مما ينقصنا نحن اليوم؟ لا والله، إنا والله لأحوج. لكن تدري لماذا اتجهوا هذا المنهج؟ لعلمهم بمكانة الأدب وأهميته في حياة طالب العلم. ثم يقول: وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم، ويربون الناس على هذا، وينشئون طلبة العلم على هذه التنشئة، فمن تجاوز ذلك فقد أخطأ. وهذا يفسر لك ما تراه اليوم على سيما عدد ليس بالقليل من طلبة العلم، ولن أعمم، لكن ما ترى عليهم مما حصلوه من العلم، لا ترى عليهم مظاهر الأدب، أقصد الأدب الشرعي بمفهومه الواسع، ولا ترى لذلك من العلم الذي حصلوه، لا ترى ما يوازيه في حجم ما طلبوا من العلم وحصلوا من المسائل، لا ترى ما يوازيه في حياتهم وأنماط تصرفاتهم ما يوازيه من الأدب والأخلاق. لماذا أصبح طالب العلم ربما يحفظ القرآن بأكمله، وتعلم من السنة أبوابا، ودرس في العقيدة والفقه كتبا ومتونا، وحفظ ما شاء الله له أن يحفظ، ودرس واختبر ونجح وتجاوز السنوات تلو السنوات، لكنك ربما تراه لا يبالي بالحضور المبكر لصلاة الجماعة، لا يحافظ على السنن الرواتب، ربما تراه تجفو أخلاقه مع بعض الناس في التعامل، ربما أساء الأدب وتلفظ بما لا تحب أن تسمعه من فم طالب علم، ربما كان في تعامله مع إخوته في المنزل وأخواته وزوجته وأولاده ليس كما كان ينبغي لطالب العلم الذي تشرب العلم وتشبع به. كل تلك مظاهر قصور ليست من قلة العلم، ولكنها من قلة العناية بتحصيل الأدب. نعم. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. هذا إمام الشافعي، وهو يرى أن شوقه وشهوته وحبه للأدب بمفهومه العام كحب ما تتلذذ به الأعضاء إذا سمعت الجملة منه. قيل: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. رأيت امرأة لها ولد وحيد فقدته في زحام، في الحرم، في المسعى، في المطاف، في السوق، كيف ستكون كالمجنونة تبحث عنه بلهف لا تلوي على شيء ولا تلتفت إلى شيء ولا تعبأ بشيء وقد فقدت ولدها الوحيد؟ كيف تجري ملهوفة يطير عقلها وتفقد صوابها ثم لا يلومها أحد؟ يقول الشافعي: أنا كذلك في بحثي للأدب وحرصي عليه وطلبي إياه. نعم. قال القرافي رحمه الله: واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العلم. هذه العبارات يا إخوة، والله لو قالها بعضنا اليوم لقلت مبالغات. هذه عبارات السلف، هذه كلماتهم، هذه ألفاظهم بحروفها. يقول الإمام القرافي وهو من أهل القرن السابع، يقول: اعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العمل. يعني أن تعمل بلا أدب فقد فقدت خيرا كبيرا، بينما لو اعتنيت بكثير من الأدب بقليل من الأدب لكان خيرا لك من ذلك. نعم. ولذلك قال رويم العالم الصالح لولده: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. أحد منكم عجل عجينا؟
أنت إذا عجنت الدقيق ووضعت عليه الماء تضع عليه قليلا من الملح. السؤال: عندما تأتي بالدقيق لتعجينه وتضع عليه الماء ثم ترش عليه الملح، أيهما سيكون أكثر، مقدار الملح أو مقدار الدقيق؟ الدقيق. الملح يعني ترش عليه رشاش خفيف. يقول: اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. يعني عجينتك ينبغي أن يكون معظمها الأدب، والعمل كالملح، وعندئذ سيكون خبزا ألذ ما يكون. طيب لو عكست واجتهدت في العمل كما أفعل أنا ويفعل بعض المساكين مثلي، ويجتهد في العمل زاهدا في الأدب مستقلا منه، ويراه شيئا يعني من الكماليات وليس من المهمات، ويرى أن العناية بالعمل والسعي والطلب والتحصيل مع جفوة في الأدب وقلة حظ منه، هذا ماذا صنع؟ هذا أكثر الملح وأقل الدقيق. فإذا عجنه لك بالله ماذا ستجد؟ شيئا ما تستطيع أن تنظر إليه فضلا عن أن تضعه في فمك. لازلت أقول هذه تشبيهات وعبارات لو قلناها اليوم في زماننا لقلت هذه مبالغات، هذا كلام السلف. نعم. ولذلك قال رويم العالم الصالح لولده: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح في العجين. وكثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الأدب. كثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الأدب. والله يا شباب هذا كلام يكتب بماء الذهب، ونحتاج أن ننصبه مرآة ننظر إليها كل حين. وهذا ميزان الشريعة، وهذا هديها، وتلك نصوصها دالة على هذا الأصل العظيم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والأدب هو الدين كله. هذه عبارة جامعة، يقول الأدب هو الدين كله، وما تجاوز الصواب رحمه الله، لأن الأدب هي أن تعرف كيف تستيقظ صباحا إلى كيف تنام ليلا، وما بينهما كل خطوة كل حركة كل سكنة، ما تقوله وما تفعله، ما تأخذه وما تتركه، كل ذلك غير خارج عن حدود الأدب. قال هو الدين كله. نعم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: إنه مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. الشيخ بكر رحمه الله عرف الأدب في مقدمة أو في ثنايا كتابه حلية طالب العلم في مقدمته، قال إنه مجموعة آداب. نعم. قال إنه مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. هذا كلام جليل فيه بيان لأهمية الأدب والعناية به، ويقول وهو يتحدث عن آداب طالب العلم في كتابه الموسوم بحلية طالب العلم، يقول إنها مجموعة آداب ونواقضها مجموعة آفات، جمع آفة. يقول فكلما فات أدب أصيب الشخص بآفة يبتلى بها حتى يقل عنده هذا ويكثر ذاك، فإذا كثر أدبه قلت آفاته، وبالعكس فإذا قل أدبه كثرت الآفات، ونحن نحتاج إلى مجاهدة ليكثر الأدب في حياتنا. يقول وكما أن الآداب درجات صاعدة إلى السنة ثم إلى الوجوب، يعني من الآداب ما هو واجب ومنها ما هو سنة، قال فكذلك الآفات دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. فبعض الآفات بخلاف الأدب حرام وبعضها مكروه. قال ومنها ما يشمل عموم الخلق ومنها ما يخص به طالب العلم. والمقصود أن هذه العبارات التي أخذنا فيها قطرة من بحر من كلام ساداتنا وأئمتنا وعلمائنا وأسلافنا،
في بيان مكانة الأدب والله ما أردنا بها إلا أن نفتح الأعين والآذان جيدا، أننا في الحديث عن مدخل إلى الآداب نتكلم عن باب عظيم عاشه السلف بكل حفاوة واهتموا به غاية الاهتمام. ما يليق بنا والله في هذا القرن الخامس عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نشمر في طلب العلم ونرى أنفسنا معشر طلاب العلم والعلماء والدعاة، نرى أنفسنا ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، لا يليق بنا أن نزهد في هذا الباب وهو جوهر العلم وهو صلبه وهو مدخله الأساس. فهذه المداخل هي فتح للأعين كما قلت وتشنيف للآذان بما نحن بصدد الحديث عنه. نقف في مجلس الليلة عند هذا ليكون حديثنا في الغد إن شاء الله عند حدود الأدب ومراتبه وتقسيماته التي تعين على معرفة متعلقات هذا الباب العظيم. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وخلقا كريما وأدبا حسنا، وجعلني وإياكم من الموفقين المباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى والنبي الرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.